السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا انا اكثر من مره بشكل سريع شارحكم عن قاعده او منظومه الحراره اللي العمل مالتها مقارب لعمل مال فقاسات جيموكا، ما منظومه جيموكا. اللي يميز هاي القاعده عن القواعد السابقه انه هذه تجي دبل هيتر. شوفوا لي شباب، هذا الهيتر السيليكون، هذا 100 واط طبعا حسب طلب الزبون. هذا الواير مالته، هذني الوايرات الاثنين شباب، هذا مال هذا الهيتر مسطره، تمام. هذا هيتر 12 فولت. هاي القاعده يعني حسب طلب الزبون انه هو رادها دبل هيتر، هيتر 220 فولت وهيتر 12 فولت. بالنسبه للمروحه طبعا تجي المروحه مالتها 7 ريشه بول بارن اصليه، نوعيه ممتازه. زين، شنو اللي يميز هاي القاعده؟ شنو الفائده منها؟ شنو الفكره منها؟ طبعا بالبدايه تشوف لي هي مو قاعده مال مروحه، قلبي مركبه فضائيه. على كل حال، اللي ميزة مالتها شباب انه هذه بنخليها بالفقاسات النظام المفتوح مثل نظام جيموكا او اللي يشتغل في اللينا فقاسة. اللي يميز هذا النظام شنو شباب؟ انه هذه المروحة تسحب هواء، ما تدفع لك الهواء بشكل مباشر على البيض، يسبب لك تيبس ويسبب لك نشف، ينشف القشر مالته، بالنتيجة بعد ما يقدر الافراغ تفقس. اللي يميز هذا شنو شباب؟ انه هذا سحب، هاي المروحة هسه على السحب، تاخذ هواء من الفقاسة. وين تدفعها؟ تدفعها على الداخل على الهيترات ذن الاثنين، تاخذ حراره من الهيترات، بعدها الهواء يبدي يتوزع من فوق ومن جوا بهالشكل هذا المقوس، بحيث يروح من جوا البيض ويصعد ومن فوق البيض ويصعد ويرجع وين؟ يدخل السحب على المروحه. فالفيزيائيه مال حركه الهواء هنا والانسيابيه مالته تكون بشكل مميز جدا وسلس، بحيث نامن على البيض انه ما يتيبس القشر مالته وما يصير عندنا تالف في البيض. القاعدة طبعا مثل ما تشوفون تجي جاهزة، بغض النظر عن هذه دبل هيتر، يعني هاي حسب طلب الزبون، هي هيتر واحد بالنسبة للفقاسات الاعتيادية. بالنسبة لبراغي التثبيت وواشراتها تجي وياها كاملة، يعني قبل تثقب وتثبت القاعدة. القاعدة تجي كاملة بهالشكل هذا المرتب. حجم الهيتر يعتمد على حجم الفقاسة شباب، يعني هذا هو صاحب القاعدة راد هيتر ابو 100، ممكن اشد لك 80، ممكن 120، حسب الحاجة، حسب الحاجة، تمام شباب. شنو اللي عندنا؟ اريد طبعا اوضح لكم مساله الفقاسات الفلين هم، يعني بالطريق هوايه من الشباب طبعا من يخابرون على فقاسه فلين يقولون ها فقاستك غاليه الفلين وكذا وما ادري شنو. زين، اذا هي هاي المنظومه واحد، الهيتر واحد مو هيترات اثنين، هاي سعرها 25000. انت تيجي تقارن لي الفقاسه الفلين حالها اي فلين بالسوق يخلي لك جلوبه بال 500 دينار ومروحة مول 5000 لمول 4000 البوشة الرديئة، أنا خايل لك بس منظومة الحرارة سعرها 25000. فرجاء يعني أتمنى أنه اللي يسمع سعر لازم يشوف ويميز الفرق، قلبي لازم تميزون الفرق بالشغل. يعني أنت تقارن لي هذه فقاسة مشدود عليها هذه القاعدة، فقاسة مشدود عليها جلوبة بال 500 دينار، ماكو مقارنة بالسعر أساسا. بالنتيجة ذيك الفقاسات التعبانة اللي بدي نشد لهذا المتحكم الدبليو بال 5000 دينار، عن فقاسة الفلين دا شد لها يا اما الاس تي سي الف او الزت ال، تحكم واحدة سعرها 15000، منظومة حرارة كاملة، سلة بلاستيك مو خشب. فالفرق يصير قلبي بالمواد، بالقطع اللي موجودة. بالنتيجة هي ذيك الفقاسات الملزقة الرديئة اللي سعرها يوصل 70 و80 دين تنباع هسه بالسوق، تجي تقارنها بهاي فقاسة فلين بهالامكانيات وهالمواصفات العالية، مو عدالة. يعني بيش اذا بيعلك اياها؟ انت مجرد تسمع فقاسة فلين كلها نفس الشيء، انت غير اول شيء تميز وتشوف الفرق بالتصنيع بين واحدة وواحدة، وعلى هذا الاساس تقدر تقدر السعر. على كل حال، طبعا هو الاغلبية صراحة من الشباب يعني يفتهمون ويستوعبون ويميز ويسأل ويفتار ويشوف اللي موجود بالسوق، بالنتيجة يعرف شنو الفرق. يوم من انا اقول له مثلا فقاسة فلين سعرها 110، يميز الفرق انه اوكي هاي القطع اللي بيها جودتها عالية، نظام العمل مالتها ممتاز، القطع اللي بيها زينة. مو اجي اقارن لك اياها فلينة تكلفتها على المصنع ما تصير كلها شيء على شيء 30000. زين، انت تحسب هاي التكلفة مالتها ايش قد تصير. على كل حال، هو بعد كل واحد عقله ومزاجه، يعني والله يرزق الجميع ان شاء الله. على كل حال، طلعنا عن موضوعنا، اتمنى الفكرة صارت واضحة. وايد يخابرون يسألون على القاعدة، هاي القاعدة بهالشكل هذا بهالنظام هذا، طبعا باستثناء انه هذا دبل هيتر، هذا ما ينشد لاي متحكم،
يراد له متحكم كي 2 في سبيل شنو؟ تقدر تشغل فقاسة على بطارية السيارة وتقدر تشغلها على على الوطني بشكل مشترك. اي سؤال او استفسار تقدرون تتركوا لي بالتعليقات او تراسلوني على رقم الواتساب اللي موجود يمكم. ويا المزارع السعيدة بدلة تحتار. شكرا للمتابعة والى اللقاء.